لما نقول إن الجمهور هو اللاعب رقم واحد إحنا مش بنقول شعارات. هتافات جماهيرنا في دوالا وجاروة وياويندي خلت العالم كله يحتار. إيه الروح؟ إيه الروح اللي تخلي المصريين يسافروا أميال ويقفوا على رجليهم بالساعات في الملعب وبره الملعب عشان يهتفوا ويشجعوا باسم مصر؟ الروح دي هي اللي بتخلي بريزنتيشن تدعمهم وتسخر إمكانياتها في صناعة الرياضة عشان توصلهم للمدرجات في أي مكان. الكل هنا واحد، مفيش ألوان، الكل قلبه على اسم مصر.